dies. It's terrible. Oh my God. جاب لهم ربي سخر لهم ربي ولاد سماع بالزاك قال لهم راهو جو امر بتصفيتكم بنفتح لكم القفل امنعوا ركب في السلومه هو باهي بدو يحدفوا لهم في الرمانات هذه الحرقه سبع رمانات حدفوا لهم انفتح الباب بدا يرمي زوز انفتح الباب وجروا او في جتة هنا او في جتة متعفنه هنا كنت معاهم انت ماما تعرف بها قدامسي قديش ليك انت قدامسي زوز هربوا زوز هربوا قدامسي من هما نعرفهم السمر شويه وطرق لقينا في الهربة قدام طلعنا كي بالنصيب يعني بالنصيب قبل المغرب شوية قالوا لنا احنا يعني طبعا في اللي صايم وفي اللي فاطر ما فيش مية اصلا لي اكثر من 30 ساعة ما فيش مية نعيطوا لهم على المية والهواء ما فيش هواء ضغط فقالوا لنا جيب لكم مية وعلى اساس وفراش بعد نص ساعة ممكن نفرش فسجدنا سجود شكر كلنا وصلينا المغرب واحنا في المعقبات نتاع الصلاة الراجل في المية وراجل فراش تبدا فينا بعد فينا طط صلي ورمانات رمان هي واحده من الحاجات اللي شفناها هنا في المنطقه هذا انه مش تعذيب جسدي فقط لو كان تعذيب جسدي دل نفسي يعني كان دل يعني باكثر من التعذيب الجسدي ممكن تتعذب الليله الاولى الليله الثانيه بعدها بعدها يهملوك معش دوروك إلا لو تفكروك تاني يجيبوك للتحقيق يجيبوك للضرب مرة تانية لكن كان دل عملية إدلال الإنسان هنا كانت بمعنى يعني بكل ما تعنيه معنى الدلة هنا شفناها هنا في المكان هنا الروسي صوابك خلوهم يمسوا ولي المكان هو طبعا أنا بالنسبة لي أنا شعور مؤلم أنك تجي المكان يحمل ذكريات أليمة فقط أعز أصدقائي هنا لكن الحمد لله رجعنا منتصرين. ردة فعل كان يعني واحد كان هنا مكتب لا هنا في مكتب وهنا في زوز كراسي كان المتهم اللي يجي هذا مكان ما يقدرش يقرب اكثر من غادي ما يقدرش يوصل لغادي لان كان في طاوله هنايا وكان في جهاز كمبيوتر بي سي كان البي سي يجي على اليمين شويه والكمبيوتر كانت فيه كاميرا ديروا في ريكورد يعني ديروا في ريكورد في بعض التحقيقات يصوروا فيها مش هيك نازل على الكابل وعيونك مربوطات ما تشبه في شيء انت ما تشبه في شيء مجرد انك انت تسمع في اصوات بس هو هذا اللي تشوفه اسمك اول شيء وعمرك وشن تخدم وكملك في الشركة انا الشخص اللي حقق معاه كان مقعمز على اليسار هنا لان هنا تلاقيت انا وياه وتكلمت انا وياه فاحفظت صوته كان مميز نوعا ما فاثناء التحقيق في نهاية التحقيق قلت له انت مقعمز هنا على اليساري تلاقيت انا وياك في الشركة وصفت له شكله كيف فانا ضربني على خاطر اني قلت له كيف انت شكلك نادى ضربني يعني نتواصلوا مع المحكمه كل ما جلسه نمشوا غادي كاين المحكمه نستنوا في الحكم الحق يعني وان شاء الله يكون حكم عادل للجميع ما تحرر اول ما صار التحرير وطلعنا من السجن تقريبا بعدها باسبوع كانوا عندنا زوز منهم كنا نقدر نقتلوهم ما فيش اي واحد يقدر يقول معنا حاجه لكن لأن هي كانت ريل كيس يعني كيس في شهود وفي متهم وفي ضحايا موجودين في جريمة واضحة وتابتة وواضحة للكل صار فيها الإعلام خداع أعطاها حجمها مزبوط فأنك أنت جد تشد هادم تصفيهم كان أسهل منها ما فيش لكن كان عندنا منطقة في منهم اللي تعذبوا وفي منهم اللي ما تعذبوش لكن ان احنا نصفوهم كان هذا مبدا لا لازم يقعد حي ويتقدم للعداله تطلع الحق ويطلع كل واحد فيهم شن كان دوره وشن كانت وظيفته احنا لو كنا قتلناهم كانوا مجموعه كبيره مثلا
القبور هذه ما كناش نقدروا نعرفها. في مصير ناس ثانيه احنا لليوم مش قادرين نعرفها. عندنا اثنين من زملائنا عبد الحميد الضرات وجلال تنومن ما نعرفهمش وين جات منهم. ما فيش جثمان ليهم. هي هل بوقت فتها الازمه الراجل في ليبيا جيده كيف يكون شكله؟ ان شاء الله خير. لكن اهم حاجه ما نوصلوش لنقطه ونندموا.